السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي أخواتاتي، كيف حالكم؟ لاباس عليكم؟ أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب. اليوم إن شاء الله بغيت ندير مكرونة العشاء، قلت خليني نشاركها مع البنات. نتمنى إن شاء الله تعجبكم طريقتي بتاع المكرونة بالصلصة، وغنديرها بالدجاج. هادو خيبات تاع الدجاج. المكونات اللي غادي ندير ناس عندي هادو خيبات تاع الدجاج، فصولين طبعا بالملح وبالليمون كيف ما تتعرفوا، واني حيدت ليهم جلده، واللي ما بغاش يحيد ليهم جلده يخلي الجلده عادي ما فيش مشكل. الاغلبيه تيديروا الثوم، هي هاد الاكله ليبيه لكن بطريقتي اني هما تيكثروا فيها البهارات بزاف، يعني ما غاداش نكثر البهارات بزاف على خاطر الصغار والحار، والثوم بزياده شفتوا الثوم اكثر، والبصل اختياري، بغيتو ديرو ديرو، ما بغيتوش ديرو اكتفيو غير بالثوم. انا غندير حتى شويه تاع البصل، وعندي زوج مطيشات او زوج طماطم حكيتهم، عندي ملعقتين صلصه، هي الطماطم معجونه، وعندي ملح، ملح حسب الرغبه، وعندي هاد البهارات مشكله، هي ليبيه شكله، واني درت شويه زنجبيل وشويه فلفل اسود اختياري، اللي بغى يديرو يديرو، المهم الوصفه 100% تيكون فيها هاد الخرقوم مخلط وشويه صافي، والفلفل الاحمر هذا الحار، انا عندي شويه حار وصافي هو هذا. والزيت طبعا درت كميه تاع الزيت، وغندير هاد المكرونه، وانتو اللي تحبوا الشكل اللي تحبوا ديروه، هذه حتى هي تجي زوينه، وتبعوا معايا ان شاء الله وتعجبكم الطريقه وتجربوها ان شاء الله وتعجبكم يا بنات. بسم الله، ما نكثرش بصل لكن غادي نغلف وزيت شويه زياده، لان هذا النوع من هاد الوجبه تجي شويه دهان اكثر. شويه نشقروا الثوم مع البصل كيف ما بغيتوا انتم، ديروا الثوم بروحه بغيت ديروهم بجوج، انا درت شويه تاع البصل لان لازم يكون الثوم هو اللي غالب، شويه يتحمر ليا شويه، مش يتحمر غير يدبل شويه، وبعدين نزيد عليه الدجاج ان شاء الله. دابا نضيفو الدجاج، ومش تقيدو غير بالدجاج، باللحم راح تجي روعه باللحم او لا بالمفروم اللي عندكم وكيف ما تحبوا انتم. هاد الخيطه تاع الدجاج بعدين راه غنحمرهم ان شاء الله. ودابا قلبتو على شحال من مره، دابا نضيفو الصلصه، معجون الطماطم، شي شكشك فيه، شكشك لينا الطماطم تذوب، وهاد الحيمات ياخدو اللوين شويين، غندير معاهم كاس تاع الماء نخليهم، نزيدو عليهم البهارات يبقاو يشكشكو مع بعض. البنات نسيت هاد ورق الرند، هو لازم تعطي حتى هو واحد الطعمه زوينه، تيحول لينا حتى هاديك الزفورية متاع الدجاج. دابا غادي نضيف البهارات، نقصو عليه الغاز ونخليو على راحتو راحتو، لأن مفيش لا خضرة لا شيء، غير بهاد الصلصة بهاد الصوص هو فاش غادي يطيب لينا الدجاج او اللحم او اي شيء. شويه تشكشك، وبعدين عاد نضيف عصير طماطم او طماطم محكوك، ان معنا الاخوات عربيات فهم مشكله في جبنا بزاف. دابا غادي نضيف هذاك
وصافي. ولا نبللوها بالماء يعني اللي قدر اللي طيب لينا دجاج او اللحم، او ما نكتروش نبللوش لان احنا حاجتنا بالمرقه تجي خاتره والصلصه تجي خاتره، يعني الصوص يجينا خاتر وزوين. وهذيك المكرونه غادي دابا نديرها في الماء كما تعرفوا كاملين، نسلقها في الماء وشويه ملح شويه تاع الزيت باش ما تحسسكش. وصافي حبيباتي نتلاقوا ان شاء الله. بسم الله بنات، راني طفيت عليها، بغيت نوريكم بس هذه الخطوه. لما يطلع الزيت هني الفوق نقولوا خلاص راه الصلصه طابت 100%. لما تبدا المرقه طالعه الفوق، ها هي هاد المرقه هذه اللي تبدا طالعه الفوق، نقولوا خلاص راه الصلصه نتاعنا جاهزه. دابا شويه غنرفع شويه تاع المرقه يعني، وغادي نصبها هني. يعني خليتكم تشوفوا كل المراحل باش ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ها زوينه زوينه لذيذه ان شاء الله. اللي عجبو الفيديو يدير لي لايك، واللي مازال ما اشتركش يشترك في قناتي مرحبا بيه، ومشتركين جدد الكرام مرحبا والف مرحبا حبيباتي شرفتوني. يعني لبستها بالمرقه كامله، ودابا غادي نديرها في طبق التقديم وان شاء الله نتلاقاو وتشوفوا كيف تجي لذيذه لذيذه زوينه رائعه للغدا او العشاء، تجي زوينه بزاف. حال ما هكا نحطوا عليها الصوص، شفتوا كيف الصوص خاتر زوين لذيذ لذيذ لذيذ، ما نقول لكمش ما نحكي لكمش على اللذه والمذاق ما شاء الله. بنات هذا هو الشكل النهائي نتاع طبقنا لليوم، مكرونه بالصلصه بصراحه ليبيه لكن على طريقتي اكثر من رائعه، تتجنن. هاد الفخيده تحمرتهم في الفرن اللي ما حسب رغبه كل واحد، اللي ما بغاش يحمرهم يكتفي غير لما يطيبوا في الصلصه وصافي، حتى هما تيزينوها بالبطاطا مقليه بقرينات تاع الفلفل، اطواق يعني حسب رغبه كل واحد، واللي ما يبغيش يدير البطاطا ما يديرهاش مقليه. المهم حبيباتي بالصحه والراحه، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، راها لذيذه لذيذه زوينه يا الغداء يا العشاء، زوينه اكثر من رائعه. حبيباتي بالصحه والراحه، وخليت لكم الصحه والعافيه. وحبيباتي الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك، ما تنسونيش من دعائكم، واللي مازال ما اشتركش يدير اشتراك فضلا منه ليس امرا. حبيباتي احبكم في الله، وراكم عزاز وغاليين، وبسلام عليكم الى فيديو قادم بحول الله.